شوف كيف الكوتش لما يتاخر الشباب بيلعبوا. الله يعني هو جميل متاخر ساعة ونص هذيك مرة بهدلني اللي تاخرت ساعة لانه انا لما اتاخر بمسح فيه الارض فلا صح ولا لا؟ المرة الماضية تاخرت ساعة عمل فيه عمايل بالمزرعة هاي المرة انا من 9 هون هو هلا ساعة ونص متاخر اروح اجيب له اوريوز حاط فيهم توث بيست حط عليها شوف شو بيسوي هلا انت ما اكلها طيب وكلها كلها انا بحط تخافش كلها باكل كل شيء بقول جميل تمام بسرعة ايوه لازم شو هذا ليش ايوه ايش تكسروا لازم بالنص بالنص ايش ما يبين احمر كسرت عم بين بس 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 عشان ما يطلع لبرا ايش في حيبين هاي تدري شو يا اوكي تعال شوف يوسف تعال ميش شوفوا ديفيسيت كيبينج عندنا 100 هول بول اوكي 80 كالوري رول 60 بيري بوكس جامب اوفر 40 ديفيسيت كيبينج هاند ستاند بوش ابس 20 ريج مسرح اوكي اللي ما بيعمل ريج مسرح الورك اوت رح يخلص بدل ريج مسرح بتعمل 20 تشست بار او 20 بول ابس ديفيسيت كيبينج اللي ما بيقدر يعمل ديفيسيت حنعمل كيبينج عادي واللي بيقدر راح يحط 245 على كل جهه 5 ركين والمات نفسها يعني مش اب مات المات نفسها هاي تدري اوكي يمكن تقسم تو هيتس يمكن نحكم لبعض عشان اليوم عندنا بس 3 ورك اوت فما في كثير كل ورك اوت رح يكون فيه فوليوم عالي رح نحكم لبعض عشان نعمل 100% هذا اول ورك اوت ريدي مين هيت 1 بيلعب؟
جول جول. اوكي عندنا 80 كالوري، 60 بيربي بوكس جامب اوفر، 40 ديفيسيت كيبينج هاند ستاند، 20 مسل ابس. اوكي رينج مسل ابس. هلا الول بول بنحاول نقسمهم 4 بارتس. ممكن نعمل 30 25 25 تمام. الكالوري هاي بنحاول نمسك ايه؟ يكون عندي هاي شوي هاي صعبه؟ امسك فيها 1000 انت مرتاح. 1000 وارجع شوي شوي، 1000 وارجع شوي شوي، 950000 مش اوطى من هيك ولا اعلى من هيك. هون هاي حتاخذ كثير وقت. تمشي على ريذم واحد من اول شيء لاخر شيء. حاول خليك افيشنت بالطلعه، ستيب جمب ستيب داون، خليك قريب على البوكس ما تكون بعيد عنه وما تغير الستبس تبعونك. يعني اللي بتلتزم فيه اول بارت الستبس خليك ثابت فيه، فاهم علي؟ يعني ما تعمل مره ستيب مره جمب مره، خلص نفس الريذم خليك شغال عليه، ضلك تنفس وانت عم تعمل بيبي، ضلك تنفس عشان ما تحبس نفسك وتتعب. يعني هذول اعملهم خمسات كلهم خمسات، 5 5 5 تيجي هو هون بدك تعمل اول شيء 5 5 بعدين 3 3 3 1 او 3 2 2 0. بلش اول تجربه خمسات، حاول عشان تعمل 10، حاول تخلص على 220 تمام. ريدي not a purse, it's a merch. Six figures, what's a goal? Now it's nine or a hearse. Put it work. Used to pull up, now I swerve. No time for the snakes, time to put them in the dirt. That's work. I gotta get it, it's in my DNA. You only see the highlights, don't know what it takes. Last year, stressing, got no sleep. Now I'm right between the courts, out of nosebleed. Yeah, I see the hate, they don't wanna see me win. Bank deposits, I got more coming in. Top down, throw the money in the wind. I don't. Heard these scammers had to switch up the accounts. Moving paper, gotta call up my account. It's all in, I can have it coming out. And through the struggle, I can see another drought. Yeah, same circle, still the same gang. We just get to it, we don't gang bang. Lost some friends, said the same thing. Keep a low pro when we maintain. Find us in a lost somewhere, kicking back. Find you on computers, type in Twitter facts. You lose a follow, throw a Twitter at. I lose a dollar, bet I get it back. Like a boomerang. My girl likes diamonds, big one shining on a ring ring. I got three daughters, you could bet that they gon' get the same. But they got morals, I'll be damned if they sell up for change. They want a lot of things. I lose it all, you bet I get it back by any means. I trust in God, won't be a dollar that can make me change. I got that power. I could get anything, I got the power, I could get anything. Where do I begin? I see the hate, they don't wanna see me win. Bank deposits, I got more coming in. Top down, throw the money in the wind. I don't want it all. Heard these scammers had to switch up the accounts. Moving paper, gotta call up my account. It's all in, I can have it coming out. Been through the struggle, I can see another drought. Oh, definitely. كيف شباب خلصنا ورك اوت 1؟ كان شفر طويل. اوكي يعطيكم العافيه، كان كثير منيح صراحه، ما كان سهل، كان تشالنجينج بس انا شفت الكل سوى منيح. اكيد كل واحد استفاد، تعلم شغلات معينه ممكن يظبطها للورك اوت الجاي. هلا عندنا اليوم ورك اوت 2 حيكون لادر تمام؟ في المزرعه راح نسويه، راح نعمل كلين لادر. اوكي؟ حنبلش بخمس ست بارات، اوزان خفيفه، نرفع اللود شوي شوي لحد نوصل لاخر بار تمام؟ هلا الود الاخير ود 3 حقين اليوم، بس عندنا 3 ورك اوتس اليوم. احنا كاننا بكومبيتيشن داي، بيكون بالعاده في 3 ورك اوتس بنفس اليوم. حنعمل تقريبا 2K اب هيل رن، اللي هي طلعت المزرعه من تحت لنوصل لفوق. اوكي هون راح نعمل 50 كلين اند جيرك فور تايم على 135 95 البنات. اوكي حيكون 3 ورك اوتس. هذا الورك اوت راح يكون
هيل رون طلع صعبة، يمكن انتوا جربتوها اللي عمل بطولة بالمزرعة، تكون تقريبا 1.6 ل 2 كي. مسنون الفور حيكون في بار عم بستناك تتعمل عليه 50 كلين اند جيرك فور تايم، تكون هيك خلصنا لهذا اليوم 3 ورك اوتس بس. تمام جاهزين؟ اللي بدنا نسويه ثلاثة، بدنا ناخذ هلا معنا 10 دقائق، كل واحد يروح على السوبر ماركت بجيب موز لإله، بجيب عصير، بجيب مي، بجيب شو بده سوائل، هناك شو تجيب معك اغراضك عشان تاكل تشرب تجيب بيرت باتر مع خبز شو ما بدك، حضر حالك معك 10 دقائق، بعديها رح نرتب سيارات، لهلا في بس سيارتين، بدك كمان سيارة أنا وياك بدنا كمان سيارة عشان نوسع كلياتنا، بنحمل البارات معي بالسيارة، بنجيب تقريبا 6 أو 7 بارات، حنعمل 2 هيتس في الورك أوت، تمام؟ ريدي؟ يلا. بس ضلك كل أنت ها؟ والله زاكي. بدك؟ لا تجرب. يلا الحجي هذا الحجي راح يفوتك السيارة سلم يلا طلعنا العصر لانه بدناش تعرف هناك الخليج نار اذا مسكتك الشمس يعني والظهر على السياره يمكن حراره فطلعنا للقريب العصر المغرب بس ظلينا ماشيين وصلنا حدود الاردن والسعوديه تقريبا على الساعه 9 الصبح يجوا السوام من البحرين لهون 18 ساعه ما طوش ترى صبيش يا تضيف الشباب اذا ضيوف وجاي تشوف لحالك ما بدكم بحكي مين شاب بده يعني تفضل يعني والله ما بصير عبدي زلمه جد احكي صح والله عيب مشان شيء لا بس ما بصير لازم معنا ندير بالك قاعد تشوف ضيوف بعدين شارك بكل شيء مو مستمرين بيجي حاجه بيجي تلموا اوكي شباب ما دام هاي الكل صار واصل خلينا نشرح التدريب بدك تيجي هيك ولا بتحرك توقف ما بدك توقف طب صوت لقيت طجيت معلم والكاميرا تنكسر وما تصورش بنروح ما بنتدرب خلص هلا الورك اوت رح يبلش من هون حنتقسم هيتس تمام على الاغلب رح اطلع 10 على 6 اول ناس على اساس يوصلوا لفوق الورك اوت تبعنا حيكون 2 كي تقريبا رن تقريبا 2 كي لما حسبناها صح عبد حيكون كلها طلوع يعني حتبلش من هون ضلك طالع هلا رح نمشي بالسيارات على التراك اللي حنوصله بس نوصل فوق رح نعمل 50 كلين اند جيرك اوكي هلا ممكن نعمل سكيلينج اوبشن ممكن نعمل باور كلين للناس اللي جداد يعني بس نطلع فوق بنحكي كل واحد شو يعمل بس المين ورك اوت 2 كي رن على اب هيل كلياته بعدين 50 كلين اند جيرك تمام حنبلش بالضبط من هون حنوصل هلا حنمشي بالسيارات مع بعض مشان الكل يتبع التراك بدك تحفظ التراك مشان في اكثر من دخله لما نطلع لفوق ماشي في مكان لما تدخل جوا الغابه ماشي هذا كيف بدك تدخل بالسيارات بحط خلاص بوصلوا لحالهم ما هو مبين الطريق صح ما فيها دخلات هناك درك ماشي دغري في طريق هلا بفرجيكم اياها فهلا نمشي مع بعض كلياتنا بالسيارات لحد ما نوصل لفوق اوكي يلا الورك اوت ركض من تحت من باب لهون بعدين هون 50 كلين اند جيرك على الورك اوت لا يعني الورك اوت واحد ركض مع كلين اند جيرك هذا الورك اوت يعني معمول ليوسف عشان جيمز فاحنا المين يكون هو صعب عشان تكونوا عارفين ايوه هي هو المسؤول من تعبه مسؤول؟ انت فيش ورك اوت يا شباب خلص We'll be right back.
خلصنا الورك اوت الثاني كان عباره عن 2K run uphill run مع 50 كليان جيك. صراحه الجول من هذا الورك اوت كان يكون هيك عباره عن ورك اوت منتلي تف للاثليتس، يعني لما يفكروا فيه يحسوا شيء كثير صعب ويكونوا فخورين بحالهم لما يخلصوه. الورك اوت طبعا صعب، في اشعه يعني الشمس كانت كثير قويه، الحراره اليوم عاليه، الطلوع كثير صعب مو شوي، فبرضه احنا مش كثير متعودين نركض بالطلوع دائما، فبرضه حسيت للتدريب راح يكون تشالنج منيح ليوسف انه يخليه يتحدى حاله ويعرف انه بيقدر يسوي شغلات، يعني شغلات صعبه بيقدر يخلصها ويسويها منيح. كثير سوى منيح، ركض ممتاز، عمل 50 كليان جيرك كلياتهم على 60 كيلو وجاب سكور تقريبا 15 دقيقه و50 ثانيه، فانا شايف انه اموره كثير منيحه. هذا راح نعمل كلين لادر، راح يكون عباره عن زي اوزان كلين مختلفة، بنبلش اوزان خفيفة بنروح لاوزان ثقيلة وراح يدخل من بيناتهم شوية شاتل رن. عم بتشوف فرق ببرفورمانس يوسف بين مثلا شهرين لهلا؟ في تغيير، في شيء عم يتحسن؟ صراحة عم بحسه كثير عم يتحسن هاي الفترة، خصوصا انه هلا خلص مدرسة عطل، فكان معنا زي شهر كامل نعمل 2-3 سيشنز ا داي، فعم بحسه اسبوع اسبوع عم بيكون كثير احسن، عم بحس منتلي عم بصير كثير مركز اكثر، عم بحاول يركز على كل تريننج سيشن يعملها احسن ما عنده، ظبطنا النيوتريشن، ظبطنا النوم تبعه، فانا حاسس اخر شهرين كانوا كثير مناح. طبعا طول السنه كان اموره منيحه وكان يتدرب دائما، حتى لما يكون عنده امتحانات كان يجي على الجيم، بس هالفتره بعتبرها يعني فتره ان شاء الله حتكون تعمل معنا نتيجه كثير منيحه بالجيمز. وبالنهايه يوسف لساته صغير، فانا برضه بهمني هلا انه هو يتاسس منيح، فاحنا برنامجنا عم بيكون معظمه برنامج تاسيسي ليوسف، بحيث انه لما يوصل فوق ال 18 سنه يقدر ينافس مع الكبار بالكروسفيت جيمز ان شاء الله. يعني انا ما راح اعمله، في ناس عندهم على برنامجهم كليان جيرك بيشتغلوا بكره على السترينث، حيسويه ميل ليوسف، اي حدا بحب يسويه مع يوسف طبعا ما في مشكله، بس هو راح يبلش فيه، حيسوي 5 سكوات كلين على 225، بس يخلص الفايف راح يركض لعند العمودين هذول ويرجع، اوكي زي كانه عمل 150 متر ركض، بعدين راح يعمل 3 سكوات كلين على 255، بعدين راح يروح يركض وراح يروح يرجع، بعدين راح يعمل 1 كلين على 275، تمام؟ هذا هو الماكس بالضبط، الماكس تبعك 100%، فاحنا نعمل 5-3-1 ونكون خلصنا اليوم تدريب. اي حدا بحب بعدين يشتغل تدريب يغير الاوزان ما عندنا اي مشكله، بس هو بدنا نعمل له اياه مش انه قريب على الورك اوت اللي اجى بالجيم السنه الماضيه، تمام؟ يلا Hit for my wins, I need my ends. This life is real, don't they pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in, I get it in. Hit for my wins, I need my ends. This life is real, can't play pretend. Came off the bench, I get it in. I get it in, I get it in. I'm on my job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun of 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold. Bankroll, on the go, ice hole, ice hole.
ice wall. Came for my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend. Aim off the bench, I get it in. So I hit them on the FaceTime. I need it all for them, so no, I cannot waste time. Facing these oceans, feel the water on my waistline. We trust the process, and my only know it takes time. You can get it, got no worries, I'm gon' make mine. Going global, I'ma get it out the state lines. Paying taxes at a more than what you may not. Different bracket, eating off a different plate now. Here for my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in. خلصنا هلا ثلاث ورك اوتات اليوم كانوا حلوين. رقدي كانت شوي صعبه بس حلوه. بعدين كان عندنا كلين لادر، كان المفروض اعمل 275 بس عملته 65 الحمد لله، يعني عادي منيح. قربت صفتي هلا خلاص جمعه، ف ما اقدر يدوب تدريب، بس حاسس حالي كثير جاهز. صرت ويت ليفتنج، يعني حاسس حالي كثير بحمل اكثر هلا، حتى جيمناستكس صاير كثير اخف. وكارديو كان عندي مشكله كثير فيه، هو بالذات السباحه وروينج، بس هلا الحمد لله صار سفاح. ف حاسس حالي جاهز كثير الحمد لله هلا خلص تمام. كان واحد اش مرتب لك جنابي. طب سكيت ولك والله، يعني الهارد ورك هذا كله ما حروح على الفاضي. تو ذا جيمز، تو ذا بوديوم ان شاء الله. والله اشتغلت كثير هاي السنه انت، وتعبت كثير وسرت كثير. ان شاء الله بتشوف هذا كله الهارد ورك. ان شاء الله التوفيق حبيبي، بشوفك بالطيارة. كيف خلصنا تدريب كتير قوي مع يوسف وفيصل والشباب وكوتش امين. بصراحة يعني شكله جاهز يعني للجيمز، وان شاء الله يعني يروح هناك ودستروييت. طبعا احنا بنعرف يوسف من اول ما بلش، ويعني مش طبيعي قديه متحسن هذا الولد. يوسف كريك كريكي هاي. يعني حتى انا مصلي زمان بالجيم، بس يعني من لما اجيت من السنه الماضيه وكثير شايفين فرق، واحنا كونفيدنت 100% انه هو رح يبدع ورح يبسطنا كثير، واحنا كثير فخورين فيه، واحنا عارفين انه رح يعمل كثير منيح، وهيو عم بحط جهد كثير كبير، كثير عم بيشتغل على حاله، واحنا متاكدين انه هو كثير رح يعمل. يلا يوسف شد حالك. يلا جو يوسف. يوسف من اكثر الناس اللي شفتهم جد بيشتغلوا على حالهم، وكثير فخور بهذا الكريك. هارد وركينج انسبايرينج، بس كريك. يوسف هو حدا كثير تالنتد، نفس الوقت هو كثير هارد وركر، وهو بالنسبه لعمره عم بيوصل لمراحل كثير عاليه، وي ار شور انه هيز جوينج تو اتشيف ا لوت. يعني إذا ضلوا بهاي المينتاليتي والهارد وورك اللي هو هلا فيه. Rigid lions dressed in suits, we don't get there. Fancy shoes and a ton of taboos at best. But in the contrast, we're out of time. You're a power battery, don't get in line. Start up, come on, start up. Fake, fake, or even hate. Don't be scared if the weight paralyzes your state at the gate. No, it's a lot to take in, it's designed to know it, don't wait. Don't be scared when the weight paralyzes your state at the gate. We'll be right back.
stayed at the gate.